Hari kedua tujuh. Maaf, kurang sehat badan. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Al-Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Azina al-Azin rahim dum dirqama ma umira ma hum mu'minun. Laqad haqqa al-'ala darihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaji mawlanam وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَشَهِدَهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُونَ الَّذِينَ رَأَوْا الشَّيْطَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ مُحْيِي الْمَوْتَى Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min
dimina sama ilmu kunda muncul ingkana dilasu atau itu mai tahu kau ini asal tak ada lima lima yang tinggal rasul ini lah kanu ini ya istighfar sih alam yang ramah lagi nak belakang dan aku rumah dan aku lagi mula yang wa in kullu lamma jami'u ladaina muhtarum wa ayatul lahum la tudur mai tahu hin aku akhirnya nak dah hamba mengerjakan wa jangan nafi jannatin min nakhil wa anabi wa jannatin nafi min al-ayun liakulu min tamrihi wa ma'amilatuhu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatun lahum al-layl naslakhu minhu an-nahara wa idha hum mudlimun wa ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul 'azizil 'alim 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 walaqad marqadna mu'rasil hatta 'adana nurun yawmin laqad ila syamsi yawmin ila وخلقنا لهم من مثله ما يركمون وإن نشأ نركم ولا سعر خلقهم ولا لهم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما لديهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من يشاء الله أطعمه إن أنتم لله ينبغي العالم ومن يقولون ما تعالى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سعادة ما ينظرون إلى سعادة ما ينظرون إلى سعادة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إلى سعادة إن كانت إلى سعادة واحدة وإذا هم جميعا لدينا محضرون واليوم نأتنا ونأتنا شيئا ولا تجدون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاعلون هم أزواجهم من تلال على الأرائك مدعين لهم فيها ما يدعو لهم ما يدعو سلام قولا من رب رحيم 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 وامتاز اليوم أيها المجرمون على محل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمعوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبواجهم وتقدمون أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لقوم يؤمنون كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ونللنا لهم من غنمهم وهم منها يقولون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر ولا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل وإذا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وعلى من يحيي العظام وهي رب كل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشر المحضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين.